علي نزيد مركز الإصلاح والتشريع بعين السبع. اليوم توصلت التحقات بين القافلة الوطنية ديال الصحراء المغربية اللي اليوم عرفنا فيه بزاف الحوايج، وكانت شاركت في الحمد لله شاركت في الشعر وعرفت بزاف الحوايج، بأن المسيرة شاركوا فيها والدينا والآباء ديالنا، وكانت مسيرة خضراء سلمية. إلى عودت إن شاء الله تعاودات أنا الأول نقدر نمشي لها نحرر أي حاجة على قبل البلاد ديالي. اليوم حنا كنحيو المحطه ديال الدار البيضاء من القافله الوطنيه للصحراء المغربيه من المؤسسات السجنيه. اليوم بالضبط حنا في مركز الاصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء، وهاد القافله هذه هي فرصه باش كيبرزوا من خلالها السجناء عن التشبث ديالهم والدفاع ديالهم وكذلك حبهم للوطن، وكيبرزوا الموهبه والوطنيه ديالهم من خلال البرامج المتعدده والحديثه اللي كترافق هذه القافله هذه، من خلال يعني الجداريات وكذلك التعبير في اللوحات التشكيليه وكذلك المسائل اللي هي ثقافيه ورياضيه، وكذلك الندوات اللي حضروا لها النزلاء اطروها يعني جمعيات المجتمع المدني وكذلك بعض الادارات اللي ذات الصله مع اداره السجون. دونك السجناء هم يعني وليدات ديالنا، هم مواطنين مغاربه، بالتالي ان هذا الاعتقال ديالهم والحبس والاعتقال ديالهم والسجن ديالهم فهو لا يجردهم من الحقوق الوطنيه ديالهم كمواطنين مغاربه، بل هي فرصه الان عبروا من خلالها النزلاء بتلقائيه، اقول بتلقائيه، عبروا عن الحب ديالهم للوطن والمواطنه ديالهم وكذلك اهتمامهم يعني الكبير اللي لمسناه من خلال هذه القافله، وان عندهم اهتمام كبير بالشان الوطني وكذلك القضيه الاولى اللي هي في القضيه الوطنيه اللي هي قضيه الصحراء المغربيه. فهم اناس كيدافعوا من خلال هذه القافله هذه، كيبرهنوا وكيبينوا على انهم يعني جنود مجندين، كما مجندين نحن كذلك كاطر وموظفي اداره السجون، مجندين وراء جلالة الملك ومجندين من أجل الدفاع عن الوحدة ديال البلاد، وكذلك القضية الوطنية هي قضية ديال خط أحمر ما يمكنش نتوشى وما يمكنش نسمحوا فيها. الحمد لله القافلة الوطنية اللي جات عندنا اليوم كتتيح لنا بزاف الفرص أننا نعبروا على بزاف الحوايج ونكتشفوا الموهبة اللي عندنا. أنا شخصيا كنت في فرقة الكورال وعجبني الحال الحمد لله أنني شاركت في هذه الفرقة اللي خرجتني بواحد الطريقة مباشرة من الروتين اليومي ديالنا، وكتفتح لنا مجال كبير نديروا بزاف الحوايج. بالنسبة للمسيرة الخضراء أستاذ، عندي واحد ما عنديش واحد ذكرى زعما أنني كنت فيها ولا شي حاجه، ولكن انا متشوق جدا انني يكون تعاودات ولا تحت لي الفرصه انني مره اخرى نمشي، غنمشي بكل فخر واعتزاز الحمد لله وغنشارك فيها زعما بدون تفكير.